أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والخال بخدك أم مسك؟ نقضت به الورد الأحمر، أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر؟ عجبا عجبا من جمرته تذكو، وبها لا يحترق العنبر. يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر، فأجن به في الليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج أمير البيان. تبث المسابقة الدولية للشعر والأدب أمير البيان من حسينية آية الله العظمى السيد عدنان الغريفي، الساعة 10:30 بتوقيت بغداد، الساعة 12:00 من منتصف الليل بتوقيت طهران، على القنوات التالية: قناة الأهواز الفضائية، قناة الأوحد الفضائية، قناة أهوازنا، وقناة الإباء، وقناة المنهاج، وقناة النجف الأشرف. تبث وتعاد حلقات هذا البرنامج صباحاً الساعة 9:30 على قناة الفرات الفضائية. كعادتنا نرحب بالسادة أعضاء لجنة التحكيم: الدكتور ميمون الخالدي، ومن اليمين الأستاذ ناظم الحاشي، والأستاذ سمير صبيح. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون كعادتنا نحن نرحب بالسادة المشاركين اللي هم عددهم أربعة من المتسابقين في حلقتنا لهذه الليلة. لدينا من الناصرية، ولدينا من الأهواز، ولدينا من شوش، ولدينا كذلك من الفلاحية أو من الدورق متسابقين لديهم الكثير من القصائد الشعرية في مدح مولانا أمير المؤمنين. ندعوهم للتوجه على منصة برنامج أمير البيان، ولكن بعد هذا الفاصل التعريفي. علي العموري، سكني في الأهواز في مدينة كوت عبد الله. أنا مالك الساعدي من محافظة خوزستان من قضاء الشوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر جاسم حميد الوائلي من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر علي هليل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم أعزائي المشاهدين، كما قلنا نرحب بالسادة المتسابقين في حلقتنا لهذه الليلة. المتسابق الأول جاسم الوائلي. السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعتك. شلون صحتكم؟ الله يسلمك. بالميكروفون. الله يسلمك. الله يسلمكم. جاسم الوائلي من الناصرية. ما شاء الله ما شاء الله. هو ما تعبت بالطريق؟ شوي تعب يعني. عجيب. هل التعب يأثر على أدائك في القصيدة؟ أكيد، بعد الأستاذ يفهم الموضوع، التعب يأثر على الأداء. على الأداء، لكن إن شاء الله نأدي. إن شاء الله تقدر. إن شاء الله. طيب أستاذ جاسم، كم عمرك؟ 40.
40 سنة؟ ترى أنا هم 40 سنة. 1977. عجيب، ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله. الله يسلمك. شنو العمل اللي عندكم؟ أنا مدرس. مدرس. مدرس كيمياء. مدرس كيمياء، شيء جدا جميل. وبتزوج، عندك أطفال؟ الحمد لله. الحمد لله. أربع أولاد. الحمد. متأثر بأحد الشعراء أنت ولا؟ إيه أكيد. عريان السيد خلف. علي؟ عريان السيد خلف، أستمع له دائما. أها إن شاء الله. ها ها. جميل جميل جدا. بعد تحيتكم ندعو من المتسابق الثاني علي العموري من الأهواز. علي العموري، تحية طيبة لك، شلون صحتك؟ الله يسلمكم. علي كم عمرك؟ 22. 22 سنة، ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله. علي متزوج ولا؟ اي نعم. ما شاء الله متزوج، عمرك 22 سنة، كأنما واحد يريد يصفك. حسيت أن أحد الجمهور يريد يصفك على الإجابة. عمرك 22 سنة ومتزوج، هذا شيء جدا جميل. نعم. متأثر بأحد الشعراء؟ اي والله، أنا من الأهواز متأثر بالمرحوم شيخ القصيدة الأهوازية شيخ إبراهيم الديراوي، ومن العراق ومن العراق الجبل الكبير كاظم إسماعيل القاطع. ما شاء الله. المتسابق الثالث مالك الساعدي من شوش. أهلاً أهلاً مالك، شلون صحتك؟ السلام عليكم. الحمد لله. خو مو تعبان؟ لا يعني إن شاء الله. الله يسلمكم. من شوش قلنا؟ نعم. شوش يعني مدينة دعبل الخزاعي ومدينة النبي دانيال، هي مدينة أثرية جميلة. العمر كم عمرك؟ عمري 29. 29 سنة، ما شاء الله. من كم سنة تكتب شعر؟ أربع سنوات. أربع سنوات تكتب شعر، يعني من كان عمرك 25 سنة تقريباً، يعني كنت محب للشعر وابتديت بالكتابة من قبل من أربع سنوات تكتب. شيء جداً جميل، تحية كبيرة للمتسابق مالك السعدي. من الفلاحية من الدورق علي هليل، نرحب به. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. شلونك علي؟ الله يخليك حبيبي. علي من الدورق. من الدورق. والدورق فيه الكثير من الشعراء. من ابن السكيت الدورقي العلامة الشيخ. قرب قرب، خلي الناس تسمع. من العلم الكبير ابن السكيت الدورقي، والعلم الكبير الشيخ هاشم الكعبي وملا فاضل السكراني. رحمة الله. كم عمرك؟ 21. 21؟ ما شاء الله. متزوج؟ لا لا ما متزوج. حلو 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 لو مو حلو؟ حلو. 22 سنة كان متزوج، 21 سنة ما متزوج، السنة القادمة راح يتزوج إن شاء الله. أنا حقيقة أتمنى لكم الخير وأتمنى لكم التوفيق، وما أريدكم تكونون متوترين أثناء تقديم القصيدة، ولهذا ما راح أطول عليكم. ننتقل مرة ثانية إلى الكاميرا ونشاهد مع بعض فقرة قصيرة عن الشاعر الأول جاسم الوائلي، ثم نبدأ الفقرة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر جاسم حميد الوائلي من العراق، محافظة ذي قار، من قضاء الدواية. كتبت الشعر من 2008، وأكتب الشعر الفصيح وأكتب الشعر الشعبي. اشتركت في مسابقة أمير البيان للعام الماضي في النص الفصيح، والآن أيضا اشتركت في النص الشعبي، وأرى أن هذه المسابقة هي بيان وهي إظهار لفضائل أمير المؤمنين
وهي فخر وشرف لنا أن نشترك في هذه المسابقة. من شاعر فنان أقلهم در علي وقالوا يبا تراب، وحبه وقالوا يلا يبت راب، بيهم مبتلي بلوى يبا تراب. شفهم هالعقول الجاهلية، شفهم هالعقول الجاهلية. الفتيان هل أتى مدح أتى في مكمل. الحضور الكريم، اللجنة الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقل الشككوا والما يفهمون، أقل الشككوا والما يفهمون، بالدر ما يقارنكم الأحجار. أعد إش قد فضائل، إش قد فضائل، مية ميتين إذا كلهن بحيدر. شحش شختار إجي إجي للكعبة ماين ماين، وانتو تدرون علم من الباب يعرف ندخل الدار. إن شطر حايط الكعبة الجيت أبو حسين، لأن كل من يدق الباب خطار. علي بأمر الإلهي حرك الكون، دليل بهاي عندي واضح الصار. فريضة تأخرت بالمعركة، شلون صلاة موش بوقتها يصلي كرار. دعا رب العرش، رب العرش من فات الأذان، علي أشر بصبعه بصبعه والنجم دار. أو يجي يجي جاهل يقول هواي من طين العلي، منصب قسيم الجنة والنار. مو هين الولاية، عقلك صغير حيدر، والإمامة شغلة كبار. علي بمرسوم الله تنصب وصار، ولي أو قائد الأمة أو حامي الجار. على اليسرى اليتامى عيونها تنام، وباليمنى تفز عيون الأشرار. على كبار المشاكل حلها للناس، علي بقاموس علم ذني صغار. علي جدا صلب، جدا صلب، بس شغلة تثني إذا دمعة يتيم الطيح ينهار. علي شختار منه كل أعجاز، العلي بنص القصيدة شكتب أحتار. العلي الراد واحد عايش وياه، وبين وبين ربك يعرف إش دار. إذن بس طاها يعرف معنى أبو حسين، لأن بس هو ما يعرف. إذن بس طاها يعرف معنى أبو حسين، لأن بس هم معدهم كل الأسرار، لأن بس هم معدهم كل الأسرار. سلام. أحسنت أحسنت. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر. هذه القصيدة للشاعر المرحوم سيد رضا الهندي، حقيقة قصيدة طويلة، ولهذا أنا قطعتها ووزعتها على فقرات حلقتنا لهذه الليلة. قرأت لكم الفقرة الأولى في المقدمة. يقول: فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ حاشاك حاشاك يا أمير المؤمنين. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟
حشاك يا أمير المؤمنين. نرجع إلى المتسابق وإن شاء الله القصيدة طويلة كما قلت سنكملها في الفقرات القادمة. جاسم الوائلي من الناصرية، أهلا ومرحبا بك، ونبدأ كالعادة مع الدكتور ميمون لنستمع إلى ملاحظاته. شكرا جزيلا ومرحبا بالشاعر الوائلي من العراق. طبعا واضح فعلا أن التعب باد عليك، لكن سأنطلق من ما قرأه الأخ نزار اللي شوف إحنا دائما نهمل نغمة الأسئلة بالشعر، وهذا ليس صحيحا. شوف عندما قرأ عند بيتين كانت بها أسئلة فيعطي نغمة السؤال، اللي إحنا عندنا نغمة السؤال ترتفع في النهاية، معناه أن هذا سؤال، وإنت كان عندك سؤال أهملته اللي هو إذا كلهن يا حيدر شحكي شختار. أكو سؤال لازم يصير، هذا يعني مشيته بدون أن تعطي هذه النغمة. أنت حسنا فعلت في الحقيقة. أكو بيت مهم وهو نهاية الشطر له علاقة بالعجز، فريضة أخرت بالمعركة، شلون صلاة موش بوقتها يصلي كرار؟ هذا أيضا سؤال. أنت سويت كان لازم عندك تصير وقفة قصيرة بعد فريضة أخرت بالمعركة وتسأل السؤال اللي هو متصل بدون وقف. أنت سويتها صحيح، قلت شلون صلاة موش بوقتها يصل، بس ما سويت وقفة، مما صار يعني تراطم بين المقاطع الصوتية. الحقيقة هذه كلها سببها النفس، التنفس، وسأتحدث عن التنفس هذه الليلة إن سمح لي الأخ نزار، لأنه مثلا عندك بالصفحة الثانية علي جدا صلب، قلت كلش حلوة لكن قلت جدا صلب صارت بلا معنى. الإعادة لو تستمعوا لي بالبث ستجدون أن الإعادة مضرة للشعر، لإلقاء الشعر، وحتحدثت مريض عيد ما قلت عن الإعادة. علي جدا صلب وتنطينا أس حتى القدن لليس، مو حتى من تقول بس شغلة تثني، يصير المتلقي يركز على المعنى. احنا ما نريد نقول لا نقرأ الشعر، نحن نلقيه، ولذلك إلى اعتبارات. فالنفس يا سيدي احنا نأخذ في أماكن، بالوقف القصير لا يجوز أن نأخذ نفس، بالوقفة المتوسطة، يعني أكرر أن هذه الوقفات هي معنية بفن الإلقاء وليس بالوقف القرآني. بالوقف المتوسطة، بالوقف المتوسط تأخذ شهيق سريع نسميه، لكن الوقفة الطويلة تأخذ نفس كامل حتى يصير أكو فصل وتريح نفسك أنت كملقي شاعر. لكن انت سبقتني، بررت لي قدام اني يعني تعبان من الطريق، وطبعا من الناصرية الى مدينة المحمرة اكيد التعب، بس التفت لها بالقادم ان شاء الله من الايام. اتمنى لك كل التوفيق، شكرا جزيلا. احسنتم احسنتم، تحية كبيرة للأستاذ ميمون الخالدي. وكعادتنا ننتقل من جهة اليمنى، الأستاذ أبو أمير ناظم الحاشي. أحسنت. موفق جاسم، قصيدة
ببنائها كانت يعني راضين، أنا راضي عليها. قصيدة من وزن النصاري، هناك بعض الصور الشعرية أضفت جمالية على البناء لكن قليلة بالنص، قليلة يعني، قد صورة صورتين بالنص موجودة. أخذت القصيدة الطابع العقائدي وبتركيز جميل، أحسنت بارك الله بيك، ضغط على القصيدة التلاعب بالمفردات، ويتصور المستمع والمشاهد أنه صور شعرية، هي بالحقيقة بناء جميل لتلاعب بالمفردات. نجي أنا راح أناقش الأبيات مو هين الولاية، النصف الثاني من القصيدة، مو هين الولاية عقلك مو هين، شوية الآخر حيدر والإمامة شغلة كبار، يعني بناء عقائد جميل. بعدين تقول علب مرسوم لاهت نصب وصار، ولو قائد الأمة وحامي الجار. مفردة مرسوم، علب مرسوم مصطلح إداري متداول الآن، ممكن أن نقول علب آيات ربه اتنصب وصار، تشير إلى الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، وهاي تنحسب إليك يعني لذكاء الشاعر واستخدام الدلالات القرآنية بالقصيدة بصورة لا تظهر القصيدة بمظهر يستحق الإمام. جميل أن تقول على اليسرى اليتامى عيونه، على اليسرى اليتامى عيونها تنام وباليمنى تفز عيون الأشرار، تضارب جميل بين الرحمة وبين الشجاعة. علي جدا صلب، بس شغلة تثني، إذا دمعتي طيم، إذا دمعتي تيم الطيح ينهار. هاي صورة أنت بنيتها ولكن هي مستعارة، يعني موجودة متداولة. أكثر الشعراء يعني تكسر خاطر دمعة اليتيم موجودة. عندك العلي الراد واحد عايش وياه، وبينه وبين ربك يعرف جدار، جميل جدا. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. لذلك كان البناء العقائدي طاغي على القصيدة، وشكرا جزيلا يا جاسم وبالتوفيق. هذا ما استمعنا إلى ملاحظات الأستاذ ناظم الحاشي. أما الآن نستمع إلى ملاحظات السيد أو الأستاذ سمير صبيح. حبيبي الحمد لله. السلام جاسم، شلونك حبيبي؟ أهلنا بذي قار العراق، الله يوفقك جاسم. الدخول جميل جدا، بس مثل هيج دخول احنا نعتبره بيت ثاني، لازم يعني بتقديري هواي ضدتك، هواي شككوا بيك ابو الحسنين، مقدمه قدامه وقل الشككوا، شوف شلون اجى، اجى ثاني. يعني لو تخلي قبل فد بيت كان يكون اجمل، لكن دخولك جميل جدا. اقل للشككوا والما يفهمون بالدر ما يقاس، الدر ما يقاس، جميل جدا. هنا انشطر حائط الكعبه بجيت، جيتك جميل جدا جاسم، جميل، إشارة إلى انشطار الكعبة، فشي جميل. وهاي من حيثيات ومفردات وذني موجات للإمام علي، خاصيات للإمام علي، لكنك غيرت في وحدة من أهم مفاصل الإمام سلام الله عليه اللي هي الشمس. صلاة أنت تقول مو شوف وقتها يصلي كرار، فريضة تأخرت بالمعركة، شلون هنا أنا حكمت نفسك الفريضة اللي تأخرت بها الصلاة اللي في منطقة الجمجمة هي القريبة على آثار بابل في الحلة، فريضة تأخرت بالمعركة، شلون صلاة مو شو بوقتها يصلي كرار، دعا رب العرش من فات الأذان على أشر بصبعه والنجم دار، النجم شي العلاق، الشمس دارت، الشمس رجعت وعادت الصلاة. فما أعتقد النجم إلى علاقة بهذا المورد وبهذه الموضوع، هي قائمة وثابتة عندنا وعند كل شيعة أمير المؤمنين وحتى كل المسلمين، أنه مرد الشمس حتى عندنا منطقة وفي مسجد، يعني إذا زائرة أنت ومصلي بي بارك الله بي، مرد الشمس ما ورد سموه مرد النجم. أتمنى لك الموفقية جاسم. سنت استمعنا إلى ملاحظات الأستاذ سمير صبيح على قصيدة المتسابق جاسم الوائلي من الناصرية.
نخرج من الناصرية نذهب إلى الأهواز مع المتسابق علي العموري، ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خادم أهل البيت علي العموري، سكني في الأهواز في مدينة كوت عبد الله. كل حبة عنب محسوبة حافر خيل، ترى العنقود من الطفخت شمرة. شكو شجرة عنب نشلحها من القاع، نكسر أغصانها ونقلبها لك جمرة. الفلاح اشتغل حطاب من سموك، كض الفاس بيده وهد على الشجرة. قضى عمر العنب ما رافق الخيرين، لو سم ينقلب لو ينقلب خمرة، لو سم ينقلب لو ينقلب خمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصيدة: وكأني أرى أمير المؤمنين سلام الله عليه بثوبه المرقع قائلا: عتيجك يا علي بعين الله ما ملبوس، الغالش ما لبس ما رخص تاليها، يا من صايم أشور رجليك كلها فطور، البخور تنسى بيهن روحه يشويها. علي علي بوقت العشش كم ركعة تتعشون، والزادن على الجيران تهديها، والزادن على الجيران تهديها بشوفك والزادن على الجيران تهديها بثوبك كم فتق، العفو بثوبك كم فتق، خوش ارهم الهن خيط افكن ريجي لبرة بخيطة مشيها. شلك بالصبح جا هو وجه حسين، الشمس تعطش ضوى ومن قصته يرويه، اكو ريشة على كتفك ما هي مال الطير، جبريل على كتفك هاي ناسيها، سيفك بالحرب عند شرع ويقول اكو ريشة على كتفك ما هي مال الطير، جبريل على كتفك هاي ناسيها. شلك بالصبح جا هو وجه حسين، شلك بالصبح جا هو وجه حسين، الشمس تعطش ضوى ومن قصته يرويها، اكو ريشة على كتفك ما هي مال الطير، جبريل على كتفك هاي ناسيها، سيفك بالحرب عند شرع ويقول مكروه الصلاة بقرابة صليها، وبيتك يطب شو لابس قرابين، اظن ام الحسن يخجل يلاقيها، من تصلي الصبح يتبلل المحراب، غيرك هم يفز بس هو يغضيها، اش ما شوفن خبزتك اذكر القرآن، ابن باوع للحسن ترجع معانيها، وهو الضايق خبزتك ينحسب محصوم، اذا تخبزها فاطم وانت تنطيها، اذا تخبزها فاطم وانت تنطيها. يا من انكر من ايات ابي حسن ما لا ينكر، يا من قد انكر من ايات ابي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإسلام له أمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر، أنا ساووك بمن ناووك وهل ساووا نعلي قنبر، وهل ساووا نعلي قنبر. كما قلت في المقدمة أن القصيدة للمرحوم السيد رضا الهندي رحمة الله عليه وعلى الشعراء الماضين، مع اللجنة التحكيمية والمتسابق علي العموري من الأهواز. نبدأ من حيث انتهينا. أستاذ سمير تفضل. إن شاء الله أنا حتى أكون مع القسم الثاني من النص،
الشاعر علي اللي الشمس تعطش الضوء ومن قصته يجسيها العفو. أكو ريشة، أكو ريشة على كتفك ماهي مال الطير جبريل على كتفك، هاي ناسيها جميل جدا، بناء جميل وصورة جميلة جدا. سيفك بالحرب عنده شرع ويقول مكروه الصلاة بقرابة صليها، وبيتك يطب وبيتك يطب شو لابس قراب وين أظن أم الحسن يخجلي. يعني ما أعرف وين توصل، يعني أنا مثلا أخذني عن خيالي أو تفسيرها أو وصلتني هكذا، يعني سيفك بالحرب ما يطب القراب، لازم رافع السيف ويصلي، مو شلون السيف، يعني قصدي صلاته بالحرب راح تكون يعني صلاة السيف بالحرب. اي نعم، لانه منو راح يصلي السيف؟ انا قصدي قلت اقول له سيفك بالحرب عنده شرع، سيفك بالحرب عنده شرع ويقول مكروه الصلاة بقراب الصلي، وبيتك يطب لانه من شدة الخجل يعني والنجابة شايلها، وطبعا مش الشعر حمال وجوه. هاي بعد انا ما اعرف شلون وصلت، ما شلون توصلها. عندك من الصل الصبح يتبلل المحراب جميل جدا، يعني ياخذني خيالي وتفسيره وهي جايه هكذا، يتبلل من البكي من الخشوع امير المؤمنين بالصلاه. العجز شنو؟ العجز وغيرك هم يفز بس هو يقضيها. شنو اللي يقضيها؟ يعني يقضي الصلاه، هل واضح يعني؟ اعتقد يعني ما موفق كنت بهاي. وعندك هنا حبيبي علي عندك خطأ عقائدي، هو الضايق خبزتك ينحسب معصوم. ليش؟ إذا تخبزها فاطم وانت تطيها، سلام الله على أمير المؤمنين وفاطم الزهراء عليه السلام. يعني إذا على حسابك علي، يعني إحنا الأئمة 12 معصومين، مو 12 يعني ما يقدر نعدهم، يعني كل إمام الإمام كل واحد يطي خبزة صار معصوم، فما أعتقد هذا بناء صحيح. أتمنى لك الموفقية، وبعد ما أعطي ذاب أمير الدشي. استفدنا من ملاحظات الأستاذ سمير صبيح. في ملاحظة أنا عندي أريد أقول، إحنا حقيقة نستفيد من هذه الملاحظات، أنا شخصيا يعني، وكنت أتمنى أن الدكتور ميمون لما قال نتكلم عن النفس، أنا كرادود يعني خادم أخدم الحسين أحب أني أستفيد من هذه، أعتبرها محاضرة، محاضرة مجانية زين عن النفس، وحقيقة نستفيد جميعا. الملاحظة اللي أريد أقولها أن بما أننا نستفيد من هذه الملاحظات وهي ملاحظات جميلة وحقة، لكن أكو نقطة أريد أنبه السادة المتسابقين في الحلقات القادمة، أن السادة أعضاء لجنة التحكيم سيأخذون حسب الأشعار الواصلة إليهم، فأي تغيير في القصيدة لا يهتمون بها. يعني صحيح تأخذ الملاحظة، لكن هذه الملاحظة لا تكون سبب أنك تغير من بعض الكلمات أو بعض الأبيات في القصيدة. الأستاذ سمير أعطانا ملاحظات الجميلة، وهو بنفسه قال ما أدري أبو أمير عنده شيء لو لا، أنا هم أقول ما أدري أبو أمير عندك شيء. تفضل. بالعموم بعلوم القصيدة، عموم القصيدة كانت من وزن التجليبة. ملاحظات عن عموم القصيدة ابتعدت بالبناء، يعني ابتعاد القصيدة عن التركيز بالمعاني، يعني هناك فراغ بين الصدر والعجز بالمعاني، ما يصعب على المستمع أن يفهم ما يريد الشاعر. طبعا للأمانة لديك محاولات جادة لبناء الصورة الشعرية، ولكن تحتاج إلى تركيز أكثر. بناء الصورة يحتاج إلى تركيز أكثر، لأنه مو شيء مو سهل. يعني سبك الجمل الشعرية جيد لو كان أكثر سلاسة. أنا أدعي لك بالتوفيق. شوف دخولك هنا، عتيجك يا علب عين الله ما ملبوس، جميل جدا، بارك الله بك. تأخذنا إلى أبعاد أخرى، الغالش مالي بس ضعيف، شوف وين الأول وين الثاني، شوف العجز قد ضعيف بالنسبة للصدر، هي قصيدتك نفسها. بعنية تقول يا من صايم أشو رجليك كلها فطور، هاي شعلية باي، شعلية الصيام بالرجل المفطرة، زين عوف هاي البخور تنسى بيهن روحه يشويها، شنو دخل البخور موضوع الصيام؟ نرجع
على بوقت العشاء كم ركعة تتعشون؟ لازم تكمل على نفس البناء، مو يزودا على الجيران تهديها، علي يهدي صلاته، يعني شلون؟ ما أدري شلون تريد توصلها. هسه بوقت هو ما عنده عشاء وتريد أن تنطي بعد من هذا الباب ما يخالف، بس على موضوع الصلاة، هو الصلاة يراد لك تركيز أكثر. يعني إحنا خاصة الشعراء، إحنا مو علماء دين، كون ناخذ مالاتنا اللي نقدر نشتغل عليهن، مال الصلاة وشلون تدخل وتوزع مو شغلتنا، أما ندخل لها من باب صحيح والراجح ونتأكد ونسأل أو لا. هسه هنا أنا بعض القصائد أكتبها، أنا كاتبها مثل الرواديد خدام الحسين، والله خابر عندي أخوي الشيخ علي طالب حوزة، أقول له يجوز هاي ممكن تصير، هو هم يقول لي لازم هيك ولازم هيك، فهاي مو شغلتنا، لازم نبتعد عن الأمور اللي ما تخصنا أو إحنا نكون اختصاص بيها. تقول له بثوبك كم فتق؟ خوش أرهم لهن خيط، هي بكيفك؟ قل له كون أرهم لهن، ترجاه، يعني أنت جاي تفرض شيء على الإمام، قل له ترى أنا أكفتوق بلدي بثوبك أنا زين أعرف خيط، كون تمنى تمنى، يعني هي للإمام بطريقة المخاطبة مو هيك. شلك بالصبح شاه هو وجه حسين الشمس تعطش ضوء ومن قصتك، هاي جميلة صورة جدا، موفق بارك الله بك يا علي، هذا ما لك وما عليك. استمعنا إلى ملاحظات الأستاذ ناظم الحاشي، لنستمع إلى ملاحظات الدكتور ميمون ونسمع نشوف ما له وما علينا. محبتي لك وللشاعر اللطيف اللي جالس أمامي، في الحقيقة كان يفترض بي أن يبدأ القصيدة أفضل مما وكاني وأنا أنظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام بثوبه المرقع قائلا، هكذا قلت، وهذا خطأ، لأنه أنت لو ما شعلك أتبع أحسن لك. فقلت له، يعني ليس هو القائل إنما أنت القائل، يعني أنت عفت فقلت له وقلت قائلا، صار الإمام هو القائل. هذا شوف الإرباك اللي يصير به مع الأسف الشديد. هي ما لها علاقة بالقصيدة، بس أنا أذكرك أنه لو مكمل اللي أنت كاتبه كان استقام المعنى، لأن صار على لسانك لو مكمل أفضل من يكون على لسان الإمام علي عليه السلام. يا سيدي بدأت حضورك لطيف، أنا يعجبني حضور الشاعر عندما يجلس ويلقي الشعر أو يقف على منصة، لكن أسألك سؤال، بدأت بشكل يعني رويدا رويدا تعطينا معانيك، وعندما وصلت بالإعادة الغير مبررة أكوريشة إلى النهاية وكأن أحدا يركض خلفك، العجلة آفة من آفات الإلقاء، لأنها تضيع على الملقي سواء كان خطيبا شاعرا مذيعا ممثلا أي ملقي، تضيع عليه المعاني وتربك الأصوات، ترتطم بعضها ببعض، يعني حتى جمال أبياتك ستنتهي، لأنه أنت بس تريد تخلص تركض. نحن نسميها العجلة، والعجلة أيضا تحدثت عنها مع زملائك في الأيام التي مضت، انتبهوا إلى أن الشعر له شطر وعجز، أقول الشطر وألقي العجز إذا لم يكن الشعر مدور، فيتصل الشطر بالعجز بتمهل بوضوح، أي الكلمات تريد أنت أن تجذب انتباهي لها هذه لا تتحقق بالعجلة، لأن العجلة
سوف لن تتيح لك فرصة أن تبين مرادك. وأعتقد أنها هذه الآفة الوحيدة اللي كانت عندك. أتمنى لك التوفيق وأن تنتبه أيضا للعجلة في قابل الأيام. شكرا لك. ملاحظات جميلة من السادة أعضاء لجنة التحكيم. نحن بدأنا الملاحظات اليوم مع الأستاذ سمير، ثم انتقلنا إلى الأستاذ ناظم، ثم أخيرا مع الدكتور ميمون. حقيقة ملاحظات جدا جميلة كانت على قصيدة المتسابق علي العموري من الأهواز. نودع علي العموري ونستقبل من الشوش أو من شوش مالك الساعدي بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. أنا مالك الساعدي من محافظة خوزستان، من قضاء الشوش، من مدينة شاور. لي 4 سنوات من أكتب الشعر، وفي رأيي هذه المسابقة مسابقة جيدة جدا، وأنا فخور أني أحد المتسابقين فيها. علي علي ويا اليتامى عشرة عدة طويلة، ويحط مرهم 10 عداء. الوقت لو مثل حيدر 10 عدة، ولا تاض اليتيم على الوطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فتى الفتيان. يا أول ملك عايش فقر عمدي، رغم هذا الخلايق عندك تجدي. يا ساقي الكوثر ما تسولف ليش دمعك عالجفن ليلي متبدي. قسيم الجنة انت وخايف من النار، وحقك من 7 جنات متعدي. برازك كان عجاجة وقايمة على القوم، سيفك عكس شخصك ما هو متهدي. يا هارون طاها ويا أمل ذنون، يلبيك النبو يا الكفر متحدي. عدل حتى ويا بن ملجم حكم فتواك، تأدب حق سيرك والجرح يدي. يا معجزة الله وآيته العظماء، يلبس نور وجهك عالرشد يهدي. يا نهج العلم يا درب وادي النور، الما أدى الأطاعة وياك شم أدي. يا شالع باب خيبر ذاك مانك وين، شو كل ما أوصفك ينقشط يلدي. الباري النصر رسل ود جبرائيل، والنصرة محمد شخصكم ودي. أمرك نافذ ويمشع لخشم الكون. الشمس عرقانة ردت من قلت ردي. من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر. أحييت الدين بأبيض قد أودعت به الموت الأحمر. قطبا للحرب يدير الضرب ويجلو الكرب بيوم الكر،
فاصدع بالأمر فناصرك البتار وشانئك الأبتر وشانئك الأبتر. طيب الله أنفاسك المتسابق مالك الساعدي وطيب الله أسماعكم السادة الحاضرين في استديو برنامج أمير البيان. نسمع من الدكتور. دكتور مشغول أستمع لي؟ لا 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 بالعكس لا 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 ما مشغول، بس أنا كنت أقرأ بيت يعني أحس بعدين هسه راح أتحدث عنه لأن هو له علاقة بزملائي أستاذ ناظم أستاذ سمير. إذا نبدأ أبدأ يا الله. أني أيضا بالمضى من الأيام تحدثت عن ما نسميه بالمونوتون، الوتيرة الصوتية الواحدة التي تؤدي إلى الرتابة، والرتابة تؤدي إلى الملل. وأنت قرأت بنفس الطريقة إيقاعا ودرجة سرعة ودرجة صوتية، وأحسنت فقط في قضية واحدة عندما في البيت الثاني يا ساقي يا الكوثر ما تسولف ليش دمعك على الجفن ليلي متبدي. والله هذا حققت بي سؤال وكان جميل، ولكن وراء سؤال ثاني أهملته اللي هو قسيم الجنة أنت وخايف من النار. شوف النغمة حتى تعطيها حقها وحقك من سبع جنان بتعد حتى يصير الجواب مالتك ينفي هذا السؤال اللي أنت سألته. هذا ايش راح ينطيك؟ راح يعطيك تنوع يعني يقضي على الرتابة. احنا الرتابة قلنا عندنا وسائل حتى نقضي عليها، نغير بالطبقة، نستخدم المد والقصر، نغير الشدة ونغير درجة السرعة، ما تصير عندنا رتابة. الشعر حالة وجدانية تدخل من القلب إلى القلب، فأنت من ما تنطيها هذه المتعة ما تصل. صير يعني أنا كمتلقي أقول شو كنت راح يخلص، مثل يسموها بالشعبي الأسطوانة المشروخة، يعني ظل الدور بنفس الصيغة الميلودي يعني مالتها. التفتت لي حبيبي، أتمنى لك إن شاء الله كل الخير. أتمنى لك. شكرا. أحسنت، استفدنا من ملاحظات الدكتور ميمون. كما قلت قبل قليل أن بإمكانكم الاستفادة من ملاحظات السادة أعضاء لجنة التحكيم، ولكن ليس بإمكانكم تغيير الكلمات. على الأقل الاستفادة من ملاحظات الدكتور في الحلقات القادمة للشعراء، يعني إذا أنتم تتعلمون وتأخذون بكلام الدكتور بإمكانكم تطبيق هذه الملاحظات. ومعليش دكتور أنا يعني عندي طريقة، وهو أن الإنسان يجلس أمام المرآة وفي المنزل يقرأ القصيدة عدة مرات كأنما جالس أمام شخص آخر، ويقرأ القصيدة حتى يتعود على الحركات اللي هي لغة الجسد. ننتقل إلى الأستاذ أبو أمير. أبو أمير هل أنت مستعد؟ أنت مستعد دائما ومبتسم دائما. تحية كبيرة للأستاذ ناظم. الله يسلمك مالك الساعدي، أهلا وسهلا بك مالك، وقصيدتك ما إلك وما عليك داخل قصيدتك. طبعا القصيدة من وزن التجليبة، القصيدة بلا شك يعني فقيرة للصورة الشعرية، بدءا تلاعب واضح بالمفردات عندك بالبناء الشعري، أكو جرأة بالطرح يعني مع الإمام كون واحد يتحذر منها، وخاصة من هذا القصائد لأهل البيت هسا نجيك بيهن، بس هاي بالعموم. وأكو مفردات كون ننتبه عليها نستبدلها، هسا مرات احنا نقدر نقول لك يا هي المفردة، مرات ما نقدر لأن وضع المفردة انت خالها بمكان صحيح، بس للمستمع تنأخذ ما أخذ آخر. وراح نعطيك ما إلك وما عليك
يا أول ملك عايش فقر عمدي رغم هاي الخلايق عندك تجدي. أنا سمعت الأبوذية مالتك بالبروما تقول له أنت أبو الفقرة وكذا، أنا ما بس متناقضة تماما مع هذا البيت. أولا الإمام علي مو الناس تجدي عنده، وإنما هو أبو الكل، أبو الإنسانية، أبو العدالة، ما يأخذ حق أحد، لذلك ينطي حق الناس. فلذلك دولة علي بن أبي طالب هي دولة العدالة الإنسانية. فمستحيل، لأن الجدوى هي ذلة للإنسان، وعلي بن أبي طالب أرفع من أن يقبل الذلة على أي إنسان. هذا واحد. بعدين تقول له يا أول ملك، مفردة ملك مو للإمام، أمير المؤمنين نعم، خليفة الله في أرضه نعم، بس ملك لا. وأعتقد يطابقون الرأي العلماء حسب ما معلوماتي آني. تقول يا ساقي الكوثر، هذا قدرت توصله بصورة جميلة، قسيم الجنة أنت وخايف من النار، وحقك من سبع جنات، وحقك من سبع جنات متعدي، وحقك من سبع جنات متعدي. الدكتور شرح لك، أنت ما وصلته. أولا قسيم الجنة أنت وخايف من النار، هو الإمام نفسه ينادي رب العالمين، اللهم ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لذلك تركيزنا على هاي المواضيع يكون مهم جدا. برازك شن عياية وقايمة على القوم، لو قايل قتالك، لأن برازك تنوخذ مفردة بالمعنى آخر. سيفك أنت تقصده صحيح، بس ما أريد الدلالات المفردات تأخذ دلالتين، لازم تأخذ الدلالة الصحيحة. سيفك عكس شخصك، ما هو متهدي، يعني أنت هاي جرأة على الإمام. هو السيف بكيفه، والسيف لحامله علي بن أبي طالب، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، مترابط شخصية الإمام علي بسيف ذو الفقار، لذلك ما حمل شخص آخر سيف ذو الفقار غير علي بن أبي طالب. عدل حتى ويا بن ملجم حكم فتواك، تأدب حق سيرك والجرح يدي. جميل، هاي دلالة تنحسب لك وموفق يا مالك السعدي، هذا ما لك وما عليك في نص قصيدتك. استمعنا إلى ما لنا وما علينا من الأستاذ ناظم الحاشي، نستمع من الأستاذ سمير صبيح. حبيبي، النص المقطع الأول في قصيدتي كان النقاش مع أبو أمير، أنا أبدأ من يا معجزة آيل، يا معجزة الله وآية أو آية العظماء، قال بنور وجهك جميل جدا. هذا البيت يعني بناء باني بناء جميل جدا بمفرد تلاعب بمفردة، يعني ينم عن طاقة شعرية، باني بناء جميل حلو. لكن بتقديري دلالة الرشد ليس المكان لطريق، لو قايل أنا بتقديري لو قايل يلبس نور نهجك للرشد يهدي، يلبس نور نهجك للرشد يهدي، أعطيته دلالة العقائد، عقيدة أمير المؤمنين، توجيه أمير المؤمنين، هذا وحده. يا نهج العلم يا درب واد النور، جميل جدا أيضا البيت، تلاعب بالمفردة جميل. الماء إذا الماء أدت الإطاعة وياك شم أدي، جميل جميل. يا الشالع قالع ماكو مشكلة، يا الشالع الخيبر ذاك مكانك، ذاك مانك وين، ما وين يعني وين يريد يوصل بهذا البيت. للأسف ما كان موفق. شوف ذني بيتين بعد ما شو كل ما أوصفك ينقص جلدي، ما له علاقة، ما أعتقد كان موفق بهذا البيت. البار نصرت النصر رسلة ودى جبرائيل، ونصرت محمد حيدر أمدي، ونصرت محمد حيدر أمدي، مو وأنا ما أشوفها الحقيقة. يعني خلاف ما موجود، يعني الله سبحانه عز وجل جبرائيل لكل الرسل،
يعني هنا طلعنا على غير مكان، يعني راح يصير بها باب نقاش كبير ضدنا، مثل ما قال الأخ أبو أمير، يعني احنا مو رجال دين، احنا شعراء، راح نفتح علينا باب بهذا الجانب. لكن الصورة الأخيرة بيت شعري جميل، صورة شعرية، أنا واحد هذا اعتبره قصيدة، لأن أنت قايلها في مكان، حاطها في مكان جميل جدا، هواي كتبوا على رد مرد الشمس، لكن بهذه البيت لا أشوفه جميل جدا. أمرك نافذ ويمشع لخشم الكون، الشمس عرقانة ردت، من قلت ردي ردت خجلان الشمس. فجميل جدا هذا البيت، وكما البيتين اللي بثاني مقطع من القصيدة، أتمنى لك الموفقية. استمعنا إلى ملاحظات السادة أعضاء لجنة التعكيم. أعزائي سيداتي آنساتي سادتي، لحجز المقاعد في الاستوديو ولتفادي التأخير في ذلك، يرجى مراجعة قسم حجز الكراسي في موقع البرنامج www.amirulbayan.com أو الاتصال على الرقم التالي من خارج إيران 00989300475، من داخل إيران 09 300 475. هكذا نحن نودع المتسابق مالك السعدي من شوش، ونستقبل علي هليل من الفلاحية بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر علي هليل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محافظة خوزستان، من الفلاحية الفيحاء. من تنزل السوح الحرب تنزل روس، صارم بجفك ما أرى يطيحن كيف، موت أحمر أعرف هاي ومعجز الموت، بنفس أشوفن يا علي بجفك سيف، التعطف علي بالحومة تهدي الأنفاس، تقول مو طالع حرب طالع ضيف، تنظر علي بعيونك يشوف الموت، الفغار خلى بغمدة ويكتل الحيف، الفغار خلى بغمدة ويكتل الحيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد استشهاد الإمام علي أتاه يتيما باكيا مخاطبا، بويا علي بويا علي يمهز هزر، كان السما يهزك سيف، يلقاطع انفاس الهوى بكم غزوه، يلمام جادلك شخص بالميدان، اضراعك يميز يسوى لو ما يسوى، املاقي الكتائب يا علي عرض وطول، تحب الشطر بس الغدر ما تهوى، كم واحد حذالك وقع ما سد عين، ما لحق يرمش يا علي انطي عطوة، مالك مثيل بكل شبر هاي القاع، هيهات مثلك بعد ينجب حوى، هيهات مثلك بعد تنجب حوى، اش ما عليك هموم يعرفها البير، بينك وبين سوالف اش قد حلوة، تزاعل انفاسك سيدي نقبل هاي، بس ما تزاعل لك يتيم ابن اخوة، من بعد عينك يا علي وين الروح، الجوع ما يعرف يتم لا شكوى، راد المنام تمر علي يا ابو تراب، عيديتك الليل ليك اليا منوى، من بيت بيت الدور والدق بيبان، أهل النفاق تروح لاسمك فدوة، لو جاء سائل بالسلف ما ترتاح، مر بسلف نجوع زارع عبوة، مر بينا سالوفة شبع يا أبو حسين، وسكر وسكر درابين الفغر يا غدوة، انت تعرف بهذا الوضع يا مولاي، سنين نشكي من العسر مو توه، يا بالحسن ضاقت وحق من سواك، بكل فرع جياع لك تتلوى،
يا بالحسن ضاقت وحق من سواك بكل فرع جياع لك تتلوى. لو لم تؤمر بالصبر وكظم الغيظ وليتك لم تؤمر ما نال الأمر أخو تيم وتناوله منه حبتر، لكن أعراض العاجل ما علقت بردائك يا جوهر، أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يفتر، وغيرك بالدنيا يغتر، أفعالك ما كانت فيها إلا ذكرى لمن اذكر، حججا ألزمت بها الخصماء وتبصرة لمن استبصر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، من هدي مديحي ما استيسر. مع المتسابق علي هليل من الفلاحية والملاحظات نأخذ الدكتور ميمون الخالدي. أهلا بعلي هليل طبعا من الفلاحية، و يعني هو صوته ينتمي إلى يعني جنس نحن نطلق عليه بالتنار يعني الرفيع، لكن هنالك أصوات كثيرة من التنار أو الصوت الرفيع الحاد من خلال التمرين يصير صوت بجاذبية، لكن صوتك يا علي طبعا أنت ما مهتم به في الحقيقة، لذلك لا يستطيع أن يحمل الشعر بتأثير يعني حتى يكون مؤثر. شوف الصوت مهم تربيته مثل ما تربي أي سلاح، لأنه هو أداتك الرئيسية. الشاعر عندما يعتلي منصة ويصبح الشعر شفاهيا يحتاج إلى مؤثرات على الناس، منها الصوت، قوة الصوت، ليونة الصوت، طراوة الصوت، متعة الصوت، تلوين هذا الصوت حتى أقدر أثر به. فمع كل هذا أنا قلت خل أسمع صوتك يعني بهذا الفقر اللي موجود به لأنه بدون تمرين. فابتدأت مثلا يمهزز أركان السماء يهزك سيف، حتى تنطي سؤال منطيت أنت بديت تقرأ الشعر مثل ما يقرؤوه تقليديا، يمهزز أركان السماء يهزك سيف، يلقاطع فاسل هو بكم غزو، وهكذا. هذه طريقة لا تؤثر ولا تمتع بالسامع، ما تأثر بي ولا تمتع. فإذا علينا أن نربي أصواتنا، ثم تأتي الأشياء اللي أنت بها ألم عندما تحولت من الأبيات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، وهو ألمك في الحاضر اللي تريد تنادي به الإمام، مصحيح؟ هذه آلام الحاضر الآن اللي يعيشها مجتمع مثلا معين، وأنت تنتخي بالإمام علي عليه السلام، لازم أحس بالألم مالتك، والألم مالتك ما يرهم لأن تطلق صوتك، لكن أن تخفض وتعطي نغمة الألم، يعني مر بسلفنا الجوع. شوف لو جاع سائل بالسلف ما ترتاح، مر بينا مر بسلفنا الجوع زايد عبوة، يعني لازم
الألم يضع يتوضح بالنغمة بالصوت، وانت لا ذني الأخيرات اللي يعني كنت انتظرهن برغم أن صوتك رفيع وحاد، قلت ما يخالف لربما يعطيها بالنغمة، أيضا أهملتها ولا أعطيتها بالنغمة، وراح الألم مالتك وراح المجتمع مالتك بالألم وما افتهمنا شو السالفة. والله أخاطبك بمحبة يا عدي، يعني صدقني أتمنى لك الخير إن شاء الله. حقيقة نحن كذلك نحبك يا دكتور، وأعتقد الجميع مستفيد من ملاحظاتك وملاحظات السادة أعضاء لجنة التحكيم مع المبتسم دائما الأستاذ ناظم الحاشي. أحسنت يا علي، وفي ميزان أعمالك موفق إن شاء الله. بعموم القصيدة، قصيدة بانيها على وزن الميمر، يمهزهز أركان السماء يهزك سيف. القصيدة فقيرة للصورة الشعرية، يعني بعيدة عن التصوير الشعري، هناك تلاعب بالمفردات ولا وماكو تركيز لتوضيح المعاني. التجأت أنت بكتابة القصيدة، سويتها محورين، محور للشجاعة ومحور للإنسانية، فراح يكون محور الشجاعة أعتقد يا أستاذ سمير خلنا ناقش المحور الإنساني اللي أنت بنهاية القصيدة أعتقد 5-6 أبيات على هذا المحور. تقول راد المنام تمر علي يا أبو تراب، عيديتك الليل ليتشل يا منوى. صراحة جميل، دلالة جميلة، أحسنت بارك الله بيك. من بيت بيت الدور والدق بيبان، أهل النفاق تروح لاسمك فدوة. يعني كلام جميل، ما بيفد كلا يعني تكليف، لا تكليف بالبناء ولا تكليف بالمخاطبة، سلس، ولكن احنا نريد الحبكة الشعرية يكون تظهر على مفاصل القصيدة. يعني هذا كلام ممكن هسه بالأول، لا بالأول كلام شاعر، ثاني ممكن أي إنسان يكتبه، ما نريد حشو مثل ما هنا مر بسلفنا الجوع زارع عبوة. أكل قافية مرات تدعيك أن تخلي بيت حشو بالقصيدة، هو مو جميل، ما يضيف إلى جمالية، بالعكس يقلل من مكانة البناء الشعري بالقصيدة. سنين يا أبا الحسن ضاقت وحق من سواك، بكل فرع وبكل فرع جياع لك تتلوى. كما أشرت هناك حشو بالقصيدة، ولكن بالعموم أتمنى لك التوفيق يا علي، موفق. نستمع إلى آخر ملاحظة من ملاحظات أعضاء لجنة التحكيم مع الأستاذ سمير صبيح. إن شاء الله. علي الحقيقة أكو مفردات جاي نعيشها الآن، يعني بواقعنا الاجتماعي، هي اللي هو تطلق على المثل الصياد، يأخذ الزينة والمزينة يستنقي، أو المجادلة أو الطيعطوة. الطيعطوة أنا داخل معركة، لا تسحب لي قبل 1400 سنة تربطها بواقع الآن بمفردات الحيثيات الموجودة الآن. يا علي خلي يرمش الطيعطوة، هي مو عشائر، مو طلبة مال عشائر. وين وجه المجادلة بالمعركة؟ يا علي أنت ما تجادل بالميدان، ما تجادل، وين المجادلة بالميدان؟ هي سيوف حامية، سيوف معركة. وين المجادلة حتى يجادل أو يناقش بالمعركة من يقاتل؟ هاي وحدة. اثنين، الحيثيات اللي جاي نقولها، الحيثية اللي الطيعطوة، شنو الطيعطوة؟ ما أعرف ليش ننقل الواقع الآن اللي نعيشه على القصيدة الحسينية عموما، مو فقط علي، يعني هواي شعراء جاي يقعون بهذا المطب. حيثيات التاريخ الموجودة لأهل البيت وللإمام علي. الإمام علي من مات لزمه بوب جبال من البلاغة، نهج البلاغة، مخاطبة الإمام، عدة خطب بدون نقاط، خطب بدون حرف راء، خطب بدون، يعني مين ما تطب للإمام من باب الكرم، من باب، لا تنقل الحيثيات الموجودة الآن على واقع الإمام سلام الله عليه.
هاي وحده. هنا عندي صوره مع انه البناء ضعيف بالنص، اتمنى له الموفقيه، لكن اكو بيات جميله جدا داخل هذا النص. يقول ايش ما عليك هموم يعرفها البير، بينك وبين سوالف ايش قد حلوه. قطعا ياخذني بما انه القصيده مكتوبه لاهل البيت، قصيده دينيه عقائديه، ياخذني البيت هذا جمله وتفصيلا الى قصه يوسف. وين الامام من هذا البيت؟ راح اعيد لك البيت وهو كاتبه. ايش ما عليك هموم يعرفها البير، بينك وبين ايش قد سوالف حلوه. وين اكو علاقه ربط بين البير، قصه البير والامام علي عليه السلام؟ عموما بالاجمال هي تلاعب بالمفرده، كلام موزون ومقفى، واتمنى له الموفقيه علي، واتمنى له الابداع ان شاء الله. بارك الله بكم. استفدنا من ملاحظات السادة أعضاء لجنة التحكيم. أعزائي المشاهدين، سيداتي آنساتي سادتي، تبث المسابقة الدولية للشعر والأدب. أمير البيان من حسينية آية الله العظمى السيد عدنان الغريفي من مدينة المحمرة بجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتبث أو تنقل حلقات هذا البرنامج الساعة 10:30 بتوقيت بغداد على القنوات التالية: قناة الأهواز الفضائية، قناة الأوحد الفضائية، قناة أهوازنا، قناة النجف الأشرف، قناة الإباء، وقناة المنهاج. وتعاد بث الحلقات في اليوم التالي الساعة 9:30 صباحا على قناة الفرات الفضائية. نحن وصلنا إلى الفقرة النهائية والفقرة الأهم في حلقتنا لهذا اليوم، لنعلن أسماء الفائزين: الفائز الرابع، الفائز الثالث، الفائز الثاني، والفائز الأول، ولكن بعد هذا الفاصل. تبث حلقات هذا البرنامج من حسينية آية الله العظمى السيد عدنان الغريفي من مدينة المحمرة بجمهورية إيران الإسلامية، مسعود الحاتمي من الأهواز من كوت عبد الله، السلام عليكم، تقبل الله طاعاتك. سيد عباس التفاخ، السلام عليكم، تقبل الله طاعاتك. مسلم الفرحاني، السلام عليكم، تقبل الله طاعاتك. علي الجباري، أهلا وسهلا. أنا عام بعشق مو سهوة عنيت، دقاق دقت بالنبض حنيت، لقمة الدسمة شرط راعيها زين، وعلي دسمة جفوفة ويصيني. انفاسك الطبريتي مدك الباب، صاحب محل وين تحب انت اختار. نصوم احنا فقط لمن يمر رمضان، علي رمضان عمرك كله خلصته، والحق كان ضايع، كان ضايع، شفته بطن الحوت ومثل يونس نجيته وانت طلعته. يا حيدر بدت باسمك سماء، يعني هي بلاية اسمك ذابلة،
وانت رمشينك علي حق الفراش قطة دموع اليتامى الهامله. الفائز الثاني هو علي الجباري مسلم الفرحاني سيد عباس التفاخ. إذن الفائز الأول هو مسعود الحاتمي. علي من الدين ماخذ غيرة الدين. علي ابن الدين ماخذ غيرة الدين وعلي مسلم قبل لا يظهر إسلام. عبد رب العرش من كان على الماي من كان الزمن ببطون الأيام. أطفال اللي بعمره أصنام يبنون أطفال اللي بعمره أصنام يبنون وعلي من الطفولة يكسر أصنام. علي من الطفولة يكسر أصنام من قد ما يدق بوب المساكين. علي بكل باب تارك بصمة إبهام. علي بكل دار تارك بصمة إبهام. لشاعر أهل البيت المبدع عضو لجنة التحكيم الأستاذ ناظم الحاشي. وصلنا إلى الفقرة النهائية من حلقتنا لهذه الليلة، الحلقة السادسة من برنامج مسابقة الدولية للشعر والأدب، برنامج أمير البيان. ندعو السادة المتسابقين للحضور على المنصة. نبدأ كالعادة، المتسابق الأول جاسم الوائلي. جاسم الوائلي ثم علي العموري. علي العموري ثم مالك الساعدي ثم علي هليل. علي هليل خليه يوصل. تحية كبيرة أولا لكل المتسابقين الموجودين. نبدأ من علي. انت هم اسمك علي؟ لو انت اسمك علي وعدنا علي. اي لا انا اقول قلت نبدا من علي، هو سلمك الميكروفون. علي شلون اعصابك؟ قل لي. قرب الميكروفون. عادي كلش عادي. كلش عادية يعني؟ كلش عادي. انت شنو تتوقع؟ ما شاء الله اربعتنا فايزين. شلون؟ قرب الميكروفون. ما شاء الله اربعتنا فايزين. اربعتكم فايزين؟ نعم. نتمنى. هذا شيء جدا جميل.
نسمع علي شو يقول بما انه هو جنبك. اي شو تقول؟ والله يعني مثل ما قال اخونا يعني جواب روتيني عادي، كنا فايزين الاول والثاني والثالث والرابع ما دام هو محبه لامير المؤمنين تنظم هذه الابيات. مالك، ماذا تقول يا مالك من مدينه شاعر؟ مدينه شوش. مدينه شوش اللي هو مدينه الشاعر منو؟ مالك الساعدي. مدينه شوش الشاعر؟ الشاعر دعب الخزاعي. دعب الخزاعي؟ اي نعم. طيب ماذا تقول؟ شنو رايك؟ والله عادي، المهم المشاركه. ها؟ المهم المشاركه كانت. المهم المشاركه انت عندك. يعني اذا مثلا صرت الفائز الاول ان شاء الله الفوز لك، تهدي الفوز لاحد المتسابقين الموجودين؟ اي شغله الحكم ان شاء الله، تشخيصهم تشخيص الحكم. اشخاص أنا بالنسبة لي الأخوة كلهم فائزين. جاسم شو تقول؟ أنا أقول إن شاء الله مشاركتنا هي فوز، مشاركتنا هي فوز. ما دام الأمير البيان أمير المؤمنين إن شاء الله فائزين. مشاركتك تعتبرها أنت مشاركتك فوز. تعتبرها فوز. لكن الدرجات هي بيد الحكم، لازم اكو تفاوت، مو ماكو كل احنا شعراء 100% ناخذ اول، لازم اكو تفاوت فيصير اول وثاني ان شاء الله خير. استفدتوا الساده المتسابقين، استفدتوا من ملاحظات لجنه التحكيم؟ انا بالنسبه لي استفدت كثيرا يعني. بالنسبه للنغم لانه انا صوتي مو دائما مضبوط 100%، هاي الصور الشعريه استاذ ناظم علي العموري العقادي جيد. انت استفدت من ملاحظات اللجنه؟ اكيد كل نقدهم ماخوذ بعين الاعتبار لانهم استاذه ونحن امتدادا لهم. مالك، اكيد استفاديت واستمتعت وتعلمت. وعلي 100% ما شاء الله بحور. تحيه كبيره للسادة اعضاء لجنه التحكيم، وتحية كبيرة للسادة المشاركين في هذه الحلقة على هذه الروحية الجميلة حقيقة. الفائز الرابع علي. عندنا اثنين علي بهذه الحلقة، عندنا اثنين علي. الفائز الرابع هو علي هليل. علي هليل الفائز الرابع، أحسنت، بارك الله فيك. يا ترى من هو الفائز الثالث في الحلقة السادسة؟ مالك الساعدي. مالك الساعدي، بما أن المتبقي متسابقين اثنين كالعادة أقف بينهم وأصور معهم صورة تذكارية. بعد أنا راح أقف هنا وأنتوا لا تغيرون مكانكم. الفائز بالمركز الثاني، أقول لكم بصراحة وأنا واقف هناك أسمع صوت دقات قلوبهم، أسمع صوت دقات قلوبهم، جد أتكلم. الفائز الثاني في الحلقة السادسة من مسابقة أمير البيان هو الفائز علي العموري. إذن الفائز الأول هو جاسم الوائلي.
يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار الله أعزائي المشاهدين هكذا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسابقة الدولية للشعر والأدب أمير البيان التي تبث حلقاتها من حسينية آية الله العظمى السيد عدنان الغريفي من مدينة المحمرة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنقل حلقات هذه المسابقة على القنوات التالية قناة الأهواز قناة الأوحد قناة الإباء قناة أهوازنا وقناة المنهاج وقناة النجف الأشرف في الساعة 10:30 ليلياً طوال الشهر الفضيل بتوقيت بغداد الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت طهران وتعاد بث حلقات هذا البرنامج صباحاً الساعة 9:30 بتوقيت بغداد على قناة الفرات تحية كبيرة للسادة المشاهدين والحضور في استديو برنامج أمير البيان استفدنا من ملاحظات اللجنة التحكيمية الدكتور ميمون والأستاذ ناظم والأستاذ سمير كان معكم نزار القطري